أنا ما كنتم وحيد موجودتم. السلام عليكم بدرس اثنار. أنا عدنا إلى لندن، رانا في الحافلة رقم 29 تدينا بلافا غارسوير. اليوم رانا لقينا أخونا صديق. أخونا صديق هذا زائر من الجزائر جاي يشوف بريطانيا، فحنا نتكلموا معاه وإن شاء الله على سلامتك خويا صديق. الله يسلمك خويا. واش راك لاباس؟ صافا شوية؟ واش لقينا خويا صديق؟ فيها موند واحد آخر يا خويا، هكذا عالم واحد آخر. عالم واحد آخر راك في العلا ليا؟ صح، حس بلي راك شغل لاش ديال العمر تاعك كاع اللي تزوجتو في الجزائر شغل قا معليش هذيك كيما يقولوا مكتوب ربي سبحانه. واش شفت انا كي جيت خويا اساس اخويا؟ ميلتي كلش ديفيرنس مختلف بزاف، ديفيرنس بزاف، كاين ديفيرنس كبير بزاف فور بزاف. هاربين شويه؟ شوف هاربين بزاف شويه، سيرتو النقل ترونسبور شو كيف؟ ترونسبور الهضره الكومينيكاسيون كلش. انت واش تنصح الشباب اللي يجي زعما يحب يختار يتغرب هنا ولا يحوس على الهجره في الدول كيما هذه وخاصه بريطانيا؟ دوك انا شوف، هي الى تقدر تعيش كيما نقولوا لازم تعرف تهضر، لازم تعرف الانجلي، لازم تعرف كومينيكي، لازم تعرف الدخلات والخرجات. دوك انا ما نقدرش نقول لهم ما تجوج ولا تجوج، ما هذيك خاطيني والحال جا الله ربي سبحانه الارزاق على يده. ربي سبحانه بالك كتب له رزق هذا في لونجلتير، بالك في الهند، بالك في ما نقدرش نقول لك ما تجيش، ما نقدرش نقول لك مي وشنو هو بيان فوار. لازم واحد الانسان يديكوفري يشوف يخرج، مي لا مارش لونجلو تاع يقدر يروح فرنسا باسكو غادي نعيشو مع وحدة با فيفر روا ولا كارفور. هو واحد قد ما يشوف قد ما واحد البون يقدر واحد لي بالمناسبة اسمح لي نقاطعك، شوف هنا الناس تهضر واحد ما يقاطع يقول لك اسكت علينا ولا ها فوالا بيان باك تحس روحك اه لا زعما بيان الناس تبيض ماشي من الماكله، تبيض من مونطاليتي يا اخي سيكولوجيك مون تكون بيان تولي بيض تولي الدم يطلع. خويا انت راك جيت هنايا ضيف هكذا، شحال عندك هنايا؟ وكان عندي واحد كل واحد كان جوج. الله يبارك اخي، مختلفة عن الدول الاخرين بزاف. لونجلتير سي بيان، داك شو لونجلتير تحس باللي راك في كوكب واحد، عالم واحد اخر، عالم واحد اخر. الناس راح يشوفوك ما من الكونديتي بالعكس بالعكس راح يشوفوا. شوف لي دي جيب ولي جيب تدي بستي ها تشوف الدنيا هذا الله يبارك فيك. مين هذا شغلك كوم خويا؟ انت راح يشوفوك حبابك وصحابك واش تقول لهم؟ ان شاء الله واش نقول لهم؟ نقول لهم الا حبيتو تجو ديروا لاخر تاعكم فيزا وروحوا فيزا ما تحرقوش. قول له حريق هذاك واعر عليك، قول واعر صح شويه، واعر صعب شويه الانسان يليش يقدر الى قد يشوف روحه بلي يقدر يسي، ما نقولوش لا لا ما يسيش ولا يشوف روحه ولا يشوف روحه كما يقولوا ما يقدرش يعاود يولي ان شاء الله طول بلا ان شاء الله صافي مالو كان تشوف هكذا يرجع قلبك. فوالا بلد مسلم وربي شغل سبحانه قالنا لازم اعملوا واقرأوا يا خويا الصادق الصديق. ربي يحفظك ان شاء الله، بارك الله فيك صافي بليزير. الله يسلمك وتهلا في روحك، يعطيك الصحه. السلام عليكم. الله يسلمك.